بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. افتتحت الجلسة. أنا لا يمكن أن أواصل وهذا الضجيج. أهلا وسهلا بكم جميعا. عرفت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الخاصة بمحمد المهدي بن سعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل تبادل الاتهامات بين نواب الأغلبية والمعارضة حول سلوكيات تدمر أخلاقيات وقيم المغاربة، بعدما تم طرح سؤال يهم المهرجانات الثقافية بالمغرب والتجاوزات التي طبعت مشاركة بعض الفنانين في الأسابيع الماضية، منها قضية مغني الراب توتو المتابع في حالة سراح. الموضوع مهم ويفتح أسئلة حول الأخلاق والحرية والفن، كل من منطلقه الأيديولوجي ومصالحه السياسية، ويلقي ضوءا جديدا على المزيد من المناقشات داخل البرلمان التي تستكمل من جانبها التفاعل الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة ناقلة لنبض المجتمع بطريقة أو بأخرى. وعلاقة الفنون التصويرية والموسيقى بالحكم الأخلاقي ومفاهيم العاطفة والانحطاط أيضا. اعتبر البعض أن ما فعله مغني الراب توتو كشخص والمهرجان الذي استضافه مجرد حلقة في ترس آلة تحجب الكامن وراءها، والذي يحجب مؤامرة ضد قيم الأسرة المغربية وهوية المجتمع وقيمه وثوابته. وهنا أكد بعض البرلمانيين أن المهرجانات أصبحت مكانا لسلوكيات مشينة، متسائلين حول دور الحكومة من هذا ما يسمى سموه المسخ، دون الحديث عن الفن الراقي. من وجهة نظري فالموسيقى قادرة على لعب الأدوار الإيجابية. لنستمع إلى وجهات نظر السياسيين بين الطرفين الذين لهما مرجعيات مختلفة. العدالة والتنمية الذي يمثل الخط المحافظ داخل المجتمع ويعبر عن رؤيته السياسية لهذه المسألة، وكذلك الأصالة والمعاصرة. الحزب الذي يتبنى رؤية حداثية منفتحة سياسيا وأخلاقيا. شكون اللي غيطرح السؤال؟ كاين؟ تفضل. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. سيد الوزير، عن النموذج الثقافي والأخلاقي الذي تسعى وزارتكم لإشاعته بين الشباب المغربي نسائلكم. تفضلوا سيد الوزير. سيد الرئيس، حقا مش هذا هو السؤال اللي وصلنا، ولكن نجاوب على السؤال هو نعم سيدة النائبة، وزارة الثقافة هي وزارة الثقافات، وزارة مغربيت. ولما كنتكلموا على الثقافات كاين الملحون، كاين قناوة، كاين الراب، كاين مجموعة ديال الأشياء اللي كاينة حقيقة في المجتمع. ولا أعتقد أن دور وزارة الثقافة في 2022 هي تجي باش توقف واحد الفنان أو واحد الفنانة. لكن في نفس الوقت أنا متفق معكم باش نجاوب مع السؤال اللي جاني في حقيقة على المهرجان اللي تكلمتوا عليه سيدة النائبة، هو اللي جا في السؤال. حنا تكلمنا على هذا الموضوع لا في الغرفة الثانية لا حتى مع الصحافة، وقلنا بأن واحد الفعل غير أخلاقي اللي دار ما يمكنناش نتفقوا عليه، واحد الكلام خايب اللي دار في واحد المجال عمومي لا يمكن أن نتفق معه. علاش؟ لأن قبل ما نكون فاعل سياسي أو وزير أنا أب، وما يمكنليش نكون غادي في الزنقة، ماشي غير في المهرجان، ماشي غير في المهرجان، ما يمكنوش غادي في الزنقة، في التيران، في المقاطعة، ونسمع واحد الكلام اللي يؤلم، يعني التربيه اللي بغينا نعطيو ولادنا. ولكن في نفس الوقت خاصنا دوك الشباب اللي كيعبروا على راسهم بديك الطريقه، علاش؟
واش نسألوا واش العشر سنين اللي دوزناها ما كانوش هناك سياسة عمومية للشباب؟ الله أعلم. نسألوا علاش هاد الشباب كيف استعملوا هاد العنف اللفظي وهاد العنف في 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 المهرجانات في التيرانات، ونواكبوا هاد العملية ونجيبوهم عندنا باش بشوية بشوية يبدلوا الأسلوب حتى ديال التعبير ديالهم، وهذا هو الهدف. شكرا. تعقيب السيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير سامحي سيد الوزير هذا كاين غنتسلح من ذكري وقع. اسمح لي سيد الوزير ان اقول لكم ان المشاكل كثيره على المغاربه، لذلك تريدون ان يعني تخللوا يعني مجتمعنا المغربي. من الدوله وكيحضروها عشرات الالاف من اليافعين والشباب، ولكن سيد الوزير اصبحت حملات لترويج ومعاقره الخمر والترويج المخدرات، منصاتها فيها إيحاءات جنسية صادمة، فيها ممارسة ماجنة، فيها كلام ساقط مخل بالحياة. سيد الوزير ندوات تدعو إلى سلوكات مشينة. سيد الوزير الله يكون في عوان المغاربة، فينا هي الحكومة من هذا المسخ؟ سيد الوزير فينا هي وزارة الثقافة المستأمنة على الهوية الثقافية ديال المغاربة؟ سيد الوزير فينا هما الملائمه ديال السياسه الثقافيه ديالكم مع الدستور المغربي اللي هو المرجع ديالنا كلنا واللي كيحمي الهويه الثقافيه ديال المغاربه؟ سيد الوزير راه انا كنقول بعض المسؤولين في الحكومه يا ليتهم سكتوا. سيد الوزير حنا كنقولوا بان مع الفن ومع الفنانين وكنقدروهم، ولكن الفن الراقي والهادف. تفضل السيد الرئيس. ومن فضلكم من فضلك سيد النائب لننصت بعضنا للبعض. الأخلاق الأخلاق ليس بشعار نحمله، فهو سلوك يومي، ويجب أولا الناس اللي ديورهم من زجاج ما خصهمش يزفوا بالحجر على الناس، لأننا نتذكر المهرجانات اللي كانت في الرباط والكلام النابي الذي نسمعه بالإنجليزية وبالفرنسية في أيام حكومة اللي دامت 10 سنين في قمع وفي كبت الشباب، بدون تصفيق من فضلكم. تشوشون على السيد الرئيس. لا، عندما نتكلم عن الأخلاق والسلوك اللي كيدخلوا جوج وزراء هنا وكيتجوجوا وكيخرجوا، هذا هو الأخلاق ماشي أخلاق. الأخلاق لا يجب أن يتكلم واحد على الأخلاق. وعندما نضبط وزير مع بنت في عمر بنتي، هذا هما الأخلاق. أنا يتحدث بطبيعة الحال عن قيادات من العدالة والتنمية، الشوباني ومحمد يتيم، تعليقات سياسية لإحراج الخصم لا أقل ولا أكثر. نعم، مع الأسف كنا نعتقد بأننا قطعنا أشواط، وانا قدمت للسيد الوزير ان فيلم وعطيته العنوان ديالو اللي دعموه ديال المثليه. طيب لا، ماشي الحكومه السابقه، قرا التاريخ. للمعلومه السيد الرئيس، ما كنتش باغي نجبد هذا الموضوع. هذاك الفيلم انا تاكدت منه تمول في 2017 2018 17 18 17 18، شوف حتى 19 و20 و21 راه الحكومه ما معنياش. داكور، هذاك الفيلم اللي تكلمت عليه مول بشحال، لان خرج وساله وخرج على الصعيد الدولي، اذا ما يمكنلوش، وفيلم ما كيدارش في 6 شهور. هذه الاولى. ثانيا، الاخوات والاخوان عفاكم، فاش كنتكلموا على القيم وعلى الاخلاق، ما نساوش واحد الحاجه، هذه الحكومه سماتها او حتى الحكومه السابقه وزاره الشباب والثقافه، داكور، وزاره الشباب والثقافه، علاش؟ باش نحاولوا بشويه بشويه، راني قلتها قبيله، نجروا دوك الشباب عندنا في المؤسسات، ولا الشباب ما بين 15 20 25 عام يمكن له يغلط، ولا غلط الدور ديالنا حنايا شنو هو؟ هو نصحوا ليه. سيد الوزير كيتكلم وهي كتقاطعو، ما يمكنش. سيدة النائبة ما عطيتش الكلمة. لا تنوبي نعم. شكرا. سيد الوزير. عفوا. الشباب مشاو داعش. سيدة النائبة. سيدة. لا تنسوا أننا تحت قبة البرلمان. السيدة النائبة، والسيدة النائبة راه ما عطيتش الكلمة وكتع... وعادي
من فضلك المرة الجاية غادي نطبق القانون. سيدي أما أنت أش كتنوب عليها؟ أنا هنا مسؤول خلصك الله يهديك. أنا اللي مسؤول، لا يهمك لا يهمك. أعطي الوقت لا هذا تدخل فيما لا يعنيكم. أنا شوف تفضل تفضل وإياك وتخلق لا نظام. تفضل السيدة النائبة ومن فضلك راه بزاف ما إذا كانت شي حاجة ما عرف ماشي هي هذيك نعطيك الكلام ماشي مشكل. تفضل ما يهضر ما يتوقع. يلا السي مارس الحق ديالي دستوري. السيد الرئيس تفضل. الموضوع تعرض على المحكمة وكنعتبروا هذا تشويش على العدالة المغربية. خص احترام، خص احترام المؤسسات. لا وحتى شي واحد ما يخرج على الموضوع هنا ويتكلم معنا بالقضية ديال الأخلاق ويتكلم معنا بالموضوع. إذا كبيتو كامل زجاج عاد يضرب الحجرة شي واحد. سي سيمو صح سي إدريس نقطة نظام. تفضل. لا لا عطيت للسيد الرئيس. السيد الرئيس المحترم مرة أخرى يبدو على أننا تنساو بأن المغرب كامل وربما حتى من الخارج الناس يشوفونا وهذه صورتنا جميعا. ثانيا أنا أطلب منكم أن يسحب النائب اللي تكلم قبل قليل على وتعطي نصائح. خص الإنسان يكون مربي باش يعطي النصائح. شكرا. جاءت التعليقات حول النقاش الرائج بالبرلمان مختلفة، تتمحور حول ضرورة ربط أصل الأزمة بإصلاح التعليم وتجويده باعتباره خطوة متقدمة إلى جانب تعزيز قيم الأسرة باعتبارها سر نرج الشباب وارتقاء الأذواق وسمو الفن. هناك من يطرح سؤال حول ما الفرق بين الفن في الستينيات والسبعينيات في القرن الماضي وما نعيشه اليوم. عبر آخرون على بث روح التضامن للحيلولة دون تقطيع أوصال الأسرة والمجتمع بتمييعه وبث التفاهة وتحويل الرأي العام وإلهائه. طرف آخر يعتقد أن لا رقابة على الفن، وهذا شعار مقبول ومطلوب في حد معين. آخر نقطة نظام وهو وخاوركم خلق لا نظام، ولكن معليش لابد شوية الحركية. تفضل. المرجو أن حتى واحد ما يعطينا الدروس وخاصة اللي كان متابع. شكرا. صحيح. السيد الرئيس تفضلوا. من فضلك السيد الرئيس أنت متعقل. أنا أظن أنا تسامحت أنا تسامحت مع الإخوان لأن الأستاذ السؤال كانت عنده حساسياته وهذا معروف وجميع النواب نكون أنا واضح معكم كاعرين بهذا خليتكم شي شوية. تفضل السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. أنا كنظن هذا المجلس الموقر المغاربة كينتظر منه نقاش جدي ومقبول. صحيح. هذا الشيء اللي كيروج دابا غير مقبول السيد الرئيس. وأنا سي إدريس أنا ما قبلتش هذا الكلام اللي قلتيه في حق نائب من الفريق ديالنا. لا اسمح لي. لا وانا دابا كنتكلم سي إدريس انا كنحترمو انا كنحترمك اتصن وبالتالي الكلام اللي جا من جهتك غير مقبول. الجدال بين المحافظين ودعاة الحرية دون قيود ليس جديدا بل قديم ويدخل في إطار حرية التعبير المكفول دون أن يصل إلى حد تقسيم المجتمع إلى فسطاطين الأشرار مقابل المؤمنين الأخيار. فكما تعبر عن قناعاتك السياسية والإيديولوجية والفكرية فليس لك الحق لتحجر على الآخر في التعبير عما يؤمن به في إطار من الاحترام لثوابت تحدد قواعد العيش المشترك. سلطة القانون والقواعد التي توافق واحتكم عليها المجتمع يجب أن يسري على الجميع دون تمييز، إذ لا يمكن أن تكون الحرية الفردية مطية لأشياء أخرى تكون ممهدة لتفكك المجتمع والأسرة المغربية. حيث أنه في وقت وجيز
أول مرة في تاريخ ديال المغرب نسمع بالصناعة الثقافية والاستثمار فيها، والأكيد أن هذا المجال يخلق فرصا أولا للعمل، حيث أن ذاك الفنان الذين اليوم كنحاكموه هو يتابع ولا متابع ومحبوب لدى واحد العدد والملايين من المواطنات والمواطنين، فيهم شباب. وكيف ما اختلف الفن بجميع أنواعه والأذواق تختلف. كتكلم على الحكومة السابقة وكتكلم على التكفير، واش هذا كلام معقول يتقال هنا في هذه القبة هذه؟ سيد الوزير وهي مرايا كتقولي نعم يا الله سيد. لا غير واش هذا كلام تاع التكفير كيتقال؟ خلي آسر إبراهيمي. طبعا ملي كتهضري على الكفر، ملي كتهضري على الإرهاب، قالتها وهي كتقول نعم، هي كتقول نعم. سيد نائب اسمح لي السيد الرئيس، واش هذا الشيء معقول؟ حنا كنهضروا مع السيد وزير الثقافة وكان لبقا، وداك الكلام اللي قالوا حنا كنتمنوا داك الشيء اللي قال. قال لك حنا ما كنرضاوش، هذا مجتمع مغربي محافظ ما كيبغيش لا المخدرات ولا السكر ولا الكلام النابي. شكرا سيد. نقول لكم السيد الوزير، لن نقبل اي تراجع على الفصل 55 من الدستور. حرية الإبداع وحرية الرأي ضمنهم الدستور، اللي ضرته خطره كاين المحكمة. في رد عن البرلماني عن حزب الاستقلال عبد الرحيم بعيدة يقول أن إذ هناك الشباب لا يجدون ما يأكلونه فكيف سيفهم في الرقمنة ونحن لن نعمم الويفي على جميع التراب الوطني. بعيدة قال ما قال أن الشباب يعيشون عدة فراغات، منها في سوق الشغل خصوصا في المناطق الهامشية والتي لا تنتج الثروة، مثل المنطقة الجنوب في قلميم التي تحتل الرتبة الأولى في نسبة البطالة. يعني أن بعيدة يقدم توفير فرص العيش الكريم والعمل لهذا الشباب ومن تدريس جيد وتكوين. وأركز هنا على توضيح قضايا التربية الجمالية المفهومة بمعناها الأكثر شمولا، إلى جانب مجالات المشاكل في التعليم ذات الأهمية الحاسمة على جميع المستويات المؤسسية لفهم المعضلة التي يريد البعض الاتكاء عليها لتمرير أطروحته وأجندته التي ليس بالضرورة متوافقة مع ما يطمح إليه العقل العميق للدولة والمجتمع. إلى اللقاء.